الخطبة في تونس كي ورقة البلانيت تلعب على مليون تلك ورقة بو عشرة. أختي جمعة اللي فتنب عليها ربي وتخطبت. العريس مسكين مازال في أول النهج وخرجوا كزوز نسي ذم الموساد متاع الحومة. منير اجي تولي معي، شكون هذاك اللي داخل دار سعيدة في دي خبزة قطو معاهم وبايو؟ وأنا بني نعرف شقعد الناس على العبيد، إينا ما نعرفش في حد شيء. زعما أنت يا منيرة ما تعرفي حد شيء؟ كيفاش هذايا؟ بو شوفي أنا ما نعرفش برشا حاجات، اسمه نورجين يخطب في الشمال ومازالو ثلاثة أشهر ويترسب. تربى بلي هو عمره 4 سنين في دار خالته برج القوس. عمتي ما جاتنيش من عام 2006، دارنا ما تعرفيش، أمي جايبة 4 صغار، عمتي تعرف منا زوز. نهارت الخطبة من الفجر في دارنا. الخطاب قعدوا دنيا وهي بدات تحكي. شفتها أنت اللي جاي تخطب فيها هذايا؟ ربيتها أنا. أنت وقتاش تعرفيه أمك وبايك؟ عرفتهم السنة، جبتك تعيشي عندهم السنة. متربية عندي بنتي الغالية شتا تخطب. مش عادية. والمخطوبين اللي هي اختي وخطيبها يعرفوا بعضهم 5 سنين، اختي في النهار تدخل تقرا ساعتين بقيت سويع تفصع تقعد معاه. نهارة الخطبة تحولوا مليكة، ساعة هيا. ما تخزر ليش أما جيد بابا يخسر لك. وهو ضربته البهتة. ويعمل اكي يا بابا يصرف قب سؤال ما غادي يقول بحاث. انت وين عرفتها بنتي؟ عرفتها في المكتبة العمومية. شتعملوا في المكتبة العمومية؟ نحلوا في قصيدة معناها. وامي ما يعرف اخونا اختي قصت عليهم. هاي عاد المسح شنو نقعدوا نسالوا فيه؟ نحن وين عرفها ومنين جابها؟ ادخلوا في الصندي عاد. ادخلوا في الصندي. اسمعني ولدي، نحنا رانا نحبو كان على الناس تريك ديريكت مع بنتي هكا لا بعيش ولدي لا. وعمتي يتغامزوا من تالي خزرت عمتي لعمتي الاخرى. اسمعي العقربان مرت خوك. اسمعي ولد تحبو راجل تحب على هنا وخويا ملي خذاها مضمض على الرجولية. سوق فيا سوق من بوكمان. يجيو هما يتحولوا. عرفتي تربي بنتك طالعة كيفك ما شاء الله، إن شاء الله مبروك عليها يا ربي حني. أم العريس مثنية تبدأ تنبر. يا وليدي جايبني نخطف لك في السماء السابعة نخطب لك تنخطب الزيزي يا الهلالية. قالوك عليها ولد القمودي أنت جاي تخطب فيها. من لا حالة ذي. وتدخل للدار شو الغابرة قالك مقدية ولدي بشي ياخذها. نورمالي امبوسيبل امان. جمله فاز اخضر مع زربيه في التركواز ملا حاله في العبيد. شنو حاطين لنا روزاتا بودر خضراء. اسمع وتتلف الرجل. اسمعني يا عزيزي انا ما نمنش بالحشتي ذوما، اما ولدك ليها بخيوطها راه تحكي لي حتى حكايه. طاح على قليقل وطيح على يوريك. وبو العريس نورمالمون يوري تصويره باهي على ولده. فضحوا وليتها راجل وجاي نخطب لك. طلعت الشلاغيم وجاي نخطب لك. عامين التالي كنت عم في على روحك وليت راجل. وعليه اختي بعد الخطبه تحولت. خذي لي خبز الكاتو ب 800 دينار. سخنت ندخل نبدل الروبه. ولا اسمعني ساوسن امان انت ماك تخطبت عمني ولا يا اخي نورمال بولونه لبستها في صبعك شنيا ذيك. رجع له الخاتم وطرده هو وياه الحقيقه. وانت قديت عند نعيمه عمني ولا جابت 2500 انا قديت عندك برسونتر السنة. والبنيت في الخطبه يتحولوا معناها يبداو يشطحوا يحكيوا. لاميا خبز القطه قالت لك ب 800 دينار ذيبت يا لاميا. لاميا ويا لم اسمعني ما تشلقش عذر المكياج سيل وجهها الدرغم ملا حاله. اوه يا لاميا طاحت خبز جاتو ملا فضيحه. اوه والله
ولا غدوه ما نفضحها، ما نبدا في وسط القاعده نزرق لها نزرق لها نزرق، ولا غدوه ما نفضحها تتشوف في وسط البنات تفلم عليا الطفله. وفيت الخطبه هز بابا العريس وبش يقعد هو ايه اختي، وليت تعمل في تصرفات غريبه. انتي بابا مش يضربوا بدماغ، ما هو معناه باش يمشي يقعد معاه. وفات الخطبه بعثت له ميساج قالت له يا اخي احنا مخطوبين. لا انتم ما كنتوا موقوفين. اه يا ربي.